الو، اتفضل. السلام عليكم، وعليك السلام. اخبارك يا شيخ وليد؟ الحمد لله، والله بخير حال. الحمد لله. انا من الشيعة. انت من الشيعة؟ نعم، مسلم شيعي. طب اتفضل، اسمك الله ايه؟ يسلمك. انا استاذ جامعي من البصرة. اتفضل. الله يسلمك، اسمي استاذ برغام. السامراء، تفضل. نعم، أنا طبعا قبل لا أتصل بك راسلت واتصلت الشيخ أمير القريش وعقبت وياه على بعض المواضيع، خصوصا السب والشتم للصحابة والأمهات المؤمنين، وتكلمت وياه في هذا الموضوع، ووصلت وياه لطريق مسدود، وبالتالي أنه حضرني. طبعا راح أقول لك على شغلة، مو كل الشيعة بنظركم كفار، ومو كل الشيعة يسبون ويشتمون الصحابة، ومو كل الشيعة يسبون أمهات المؤمنين. هذا الشيء مرفوض عندنا رفض قاطع. علماء الشيعة وعظماء الشيعة يرفضون السب للصحابة ويرفضون السب لأمهات المؤمنين. واللي يسب ويشتم ابن مذهب الشيعة يعتبر كافر. اللي يسب ويشتم يعتبر كافر. نعم، كافر. ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. كل من وجدت بلسانه هذه الاربع فهو كافر، ليس بمؤمن. يعني تمام؟ امير قريش، انا اتمنى تعطيني بعض الوقت. يعني امير قريش دلوقتي كافر. نعم، كافر. نعم، وياسر حبيب كافر. نعم، وعد علماء كبراء الشيعه ما يعتدون بكلامه ويعتبرونه انسان همجي، انسان مو مثقف، ما عنده اصول بالدين. اللي عنده اصول بالدين لا يسب ولا يشتم. وياسر الحبيب كافر برضه عندك؟ اكيد اكيد. جميع جميع انسان يعتد بالشهادتين يسب ويلعن ويطعن ولسانه فاحش وهذا كافر. مرفوض. هذا الشيء مرفوض. علي بن ابي طالب عليه السلام لما وصل للكلام انه معاويه يسبك ويشتمك يا علي رد عليه، قال لهم هذا ما عنده حدود الله. انا عندي حدود الله، عندي قيود من الله، ما اسب وما اشتم. طيب ماشي. طب ما اتمنى تعطيني وقت. اتمنى تعطيني وقت. هل كل من قال ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب يعد هذا سب للصحابة أم لا؟ سب لأبي بكر أم لا؟ شوف راح إذا مسألة الخلافة ندخل بيها، إذا كانت بالوصاية وإذا كانت بالشورى. لا، أنا ما كلمتك على أمرهم شورى بينهم. افهم سؤالي، يعني حضرتك أستاذ جامعي ويا ريت تفهم السؤال بتاعي. نعم، الآن كل من قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه اغتصب الخلافة فهذه سب لأبي بكر الصديق، هل يعد من يسب أبا بكر الصديق كافرا أم لا؟ كافر طبعا، أكيد كافر. يعني أنت عندما يقولون، يعني أنت بتقول أن أبي بكر الصديق اغتصب الخلافة ولا لا؟ لا. ما تقول؟ ما تقول؟ ممكن أجاوبك، ممكن أجاوبك من ناحيتين. لا، ما انا مش مسألة تجاوبني. عندي استاذ وليد شيخنا الغالي، تفضل. انا عندي بهذا السؤال محورين. تفضل. تمام، للإجابة على هذا السؤال محورين: الخلافة ومسألة الخلافة بغدير خم او خارج غدير خم. تمام. اذا كانت بالشورى او امرهم شورى وبينهم اجتمعوا الصحابة على مبايعة أبو بكر ومن بعده عمر ومن بعده عثمان ومن بعده أبو عبيد. تمام؟ هذا أمرهم شورى بينهم وتم ما تم وانتهت مسألة الخلافة. وعلي بن أبي طالب عليه السلام قال خلاف الخلافة وعفقة نعس، يعني ما يهمني بها. وفرضت عليه الخلافة لما انتهت بعد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، انتهت الخلافة وأجبر على أخذ الخلافة. أجبر على أخذ الخلافة. لم يكن يهتم علي بن أبي طالب للخلافة. أيوة. وكان علي بن أبي طالب جندي مقاتل عند عمر بن الخطاب، جندي مقاتل.
احنا لا ننكر، لا ننكر الحق. علي بن ابي طالب كل من قال عنه خائف او جبان في اخذ الخلافه، لا هذا موضوع ثاني. نعم. علي بن ابي طالب لو كان يريد الخلافه لكان شهر سيفه ذوالفقار واخذ الخلافه بالغصب. نعم. لكن علي بن ابي طالب عنده الخلافه وعفقه العنز، وكان علي بن ابي طالب مجلس عمر يشاركه الامر في الشورى في بعض امور المسلمين. نعم. ولولا علي لهلك عمر. هذه مقوله موجوده بالتاريخ، لولا علي لهلك عمر. كل ظنك بانه احاديث اللي تورد واللي نسمعها عندنا احنا الشيعه نصدقها، بعض الاحاديث كاذبه. يعني مثلا على سبيل المثال بانه علي بن ابي طالب عليه السلام اغتصبت ارض فدك اللي هي للرسول. هذا الامر يا اخي كان من يجي الخلافه ومن صلاه الخلافه عند علي بن ابي طالب كان يقدر يستطيع يرجع حق فاطم حق حبيبه. لكن علي بن ابي طالب ما استرجع هذا الحق. اذا علي بن ابي طالب يتنازل عن حقه وحق ابنه او حق فاطمه. نعم. هذا الشيء غير محمول. علي بن ابي طالب يدخل عمر حسب ما بعض الروايات اللي قريتها انا كتبنا عن الشيعه بانه تهجم علي عمر وكسر ضلع فاطمه، هل علي بن ابي طالب جبان؟ ما يقدر يدفع السوء عن زوجته؟ هذا الشيء غير مقبول عقليا، ما مقبول. انا هسه انسان شيعي قسم براس علي بن ابي طالب، هذا الشيء غير مقبول. طيب خير ان شاء الله. علي بن ابي طالب يا ريت علي بن ابي طالب عليه السلام يتزوج بنت يبقوا زي كده، المشكله هتتحل والله. يعني لو الشيعه كلهم زي كده يا اخي بس انا عايز انبه على شغله كده، عايز انبه على شغله. حديث لولا علي لهلك عمر حديث ليس بصحيح. شكرا ليك يا استاذ. هسه اتركنا من عنده، ليس صحيح. علي بن ابي طالب عليه السلام يقول خلاص من والله الفكره واضحه، بس عشان عندي مكالمات كتير. ربنا يبارك فيك ورب الشيعه كلهم زي كده في يوم من الايام، والامور كلها تهدى كده ان شاء الله، ما يبقى في حاجه اسمها الشيعه على وجه الارض يعتقدون بالاغتصاب الخلافه. شكرا ليك يا استاذ.